تمكنت مصلحة الشرطة القضائية متمثلة في فرقة البحث والتحري في خلال عمليتان نوعيتان متفرقتان على إثر معلومات مستقاة من طرف قواتنا من حجز كمية معتبرة من الأدوية ذات خصائص مؤثر عقلي ذات منشأ أجنبي مهددة للصحة العمومية على درجة عالية من الخطورة. العملية الأولى مكنت من توقيف شخص على متن حافلة لنقل المسافرين وحجز كمية من الأدوية ذات خصائص مؤثر عقلي من نوع بريغابارين 300 ميلي جرام وقدرت ب 713 كبسولة. أما العملية الثانية مكنت من ضبط كمية معتبرة من نفس الدواء تقدر ب 5100 كبسولة على متن سيارة سياحية ومبلغ مالي قدر ب 45000 دينار جزائري.